نادي عدن للإعلام المرئي، جديد المدينة التي عرفت الإنتاج الإعلامي قبل أكثر من نصف قرن، كذلك الأندية المهنية التي تحتل مكانة بارزة في تاريخ المدينة. ولمكانة قناة عدن الريادية في المنطقة، كان توقف بثها من عدن وتوقف كوادرها من أبرز دوافع تأسيس هذا النادي. كوادر هذه المدينة الإعلاميين افتقروا كثيرا إلى وجود مثل هذا النادي الإعلامي. إشهار النادي أتى بعد شهور طويلة من تراجع الإنتاج الإعلامي والفني، فترة الحرب وما بعدها. عودة الإنتاج الفني والإنتاج الإعلامي والإنتاج البرامجي الذي يلامس هموم الناس ويلامس واقع الناس ويسهم في حل قضاياهم. ويهدف النادي إلى تنشيط الإنتاج ورعاية المنتسبين إلى مجال الإعلام المرئي بكافة تخصصاتهم. بداية تنفيذها النادي منها ورش عمل ولقاءات وندوات. كما يعبر مؤسسو هذا النادي عن اهتمامهم بالإعلام المرئي الحديث المعروف بالسوشيال ميديا. برامج اليوتيوبية ستحظى باهتمام خاص في قبل النادي، السوشيال ميديا بشكل عام سيكون له اهتمام في هذا النادي. وهو المتنفس البديل في ظل ضعف الإمكانيات المادية لإنتاج إعلام تلفزيوني محلي من العاصمة المؤقتة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.